السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع أصحابكم. شدو شي كون خاوي، ديروا الكيت وطفوا الضو. مشينا. في معظم القصص اللي درنا كان الفضول هو سبب المعاناة ديال بنادم. كندورو حتى كندورو وكنرجعو للفضول، الفضول وديك الزعامة الزايدة، وبنادم اللي كيبغي يدير فيها واعر. وبحال بزاف المرات الفضول غيكون هو البطل ديالنا في هاد القصة. بلا ما نطول عليكم خليونا نبداو. سميتي عصام، عندي 23 عام، عايش انا ووالديا واختي الصغيرة في اسبانيا، خوينا المغرب اللي كانت عندي 10 سنين، ودابا مستقرين وعايشين بخير، وحتى قرايتي كنكملها تماك. هادشي اللي غنعاود لكم طرا معايا في الصيف ديال 2019، ملي قررت العائلة ديالي باش نرجعو للمغرب، حيت جدي كان مات، ولكن الوالد كان عازم باش يرجع للمغرب في مرة ويستقر فيه، وخا أنا وأختي كنا رافضين الفكرة، حيت ولفنا إسبانيا، كان عجبنا الجو هنايا، وكلشي موفر لينا. اللي قالنا الوالد داك الخبار صدمنا، جينا في حالاتنا، مشينا نيشان الفيرما عند جدي. كانوا مجموعين كاع عمامي تماك، بداو كيقراو في الوصية ديال جدي، وفي الاخر اتفقوا كاملين باش ما يبيعوا والو ويخليو داكشي، ويبقاو يجيو يدوزو فيه الفاكونس في الصيف، زعما كل صيف غنجمعو في الفيرما ديال جدي. انا كنت من النوع اللي كندير لاصال، وفورمتي زوينة وعجبني راسي بزاف، داكشي علاش كانت فيا الزعامة الزايدة. قاس كان عياق على ولاد عمي اللي قديت قريبا في السن، حيت كنت جاي من برا وهما كابرين غير في البلاد. جروني ولاد عمي بجوج وجريت انا اختي، وخرجنا لواحد بلاصه مظلمه، شعلنا العافيه ودرنا بها، بدينا كنضحكوا وكيقولوا لي عاودنا على الغربه. منين عاودت لهم وساليت قلبناها رعب. داك ولد عمي الصغير فيهم بدا كيقولنا اشنو بان لكم ديروا شي مغامره في هذا الليل. شفت فيه وقلت ليه بحالاش زعما، قال لي يمشيو ندورو بلا ضو بلا والو، اولا خايف. قلت لي ما عنديش مناش نخاف. قرب ليا وقال لي زعما الجنون ما كيخلعوكش. قلت لي اصلا ما كاين لا جنون لا والو، غير تخربيق وصافي. ما تبقاوش اصاحبي متبعين هضرات الناس، اتخليكم ديما اللور. قال لي اش من هضره، راه الدوار كامل عارف هادشي. قلت لي شنو عارف؟ قال لي الخربه المسكونه اللي في الخرجه ديال الدوار حتى المقبرة بالضبط. قلت لي راه منين كنا جايين دزنا عليها، جاتني عادية، واش محروقة ولا شنو؟ قال لي كل واحد وشنو كيقول، كاين اللي كيقول الدار تحرقات بموالية، وكاين اللي كيقول غير قدام تورشات ولات هكاك. اختي قالت لي انا ما مشيش معاكم، غنرجع بوحدي. قلت لها ما عندك فين ترجعي الليل هذا، ما نقدرش نخليك بوحدك، زيدي معانا. تمينا غادين وولد عمي الصغير هز واحد البيلو كيقيدينا، وكل ساعة كيدور لعندنا زعما باغي يخلعنا. انا ما كنتش كنتحرك من بلاصتي، اختي اللي كانت كترعد وخايفة. تمينا غادين حتى قربنا نخرجوا على الدوار. ان كنقول لكم هاد الهضرة يعني راه غادين غير في الخلا وفي القيفار، ما كاينش كاع الدواء ومن غير البيل ديال ولد عمي. كل ساعة كندور بزربة، كنحس بشي واحد تابعنا اولا شي حاجه غادا كتجري من ورانا. ما عرفتش واش حتى هما كانوا كيسمعوا نفس الحاجه، ولكن ما بغيت نقول والو باش ما يضحكوش عليا وباش ما نخلعش اختي. انا غادين وكل ساعه كنقول ليه واش باقي ما وصلنا شويه، ويبان لينا واحد الراجل خرج قدامنا لابس جلابه بيضة. اختي غوتات غوتة وحده، كنقول ليها سكتي راه ما كاين والو. شاف فينا وقال لينا فين غادي كتختلوا في هذا الليل. قال لي ولد عمي غادي غير مسخرين السير فقيه. قال لي مسخرين في هذا الليل، وزيدوا راكم خرجتوا على الدوار. بقى كيشوف لجهتنا وقال لنا شكون نتوما اولاد من. نقز ولد عمي الكبير وقال ليه راه هادو غير ولاد عمي كانوا ساكنين برا، ويلا دخلوا للمغرب وحنا غادي كنساريوهم. قال لي اولدي هاد الطريق راه مقطوعه، وما بقات غير المقبره قدامكم، ما كاين لا مساريه لا والو في هذا الليل، سيروا من هنا حسن ليكم. قال لي صافي كون هاني يا السلفقيه، انا نرجعهم دابا. وانا بقوت الهضره اللي كانت فيا وزعامتي
قلت ليه زيد زيد خلينا نتحركوا، علاش شكون هو اللي يقول لنا فين نمشيو وفين نجيو؟ داك الراجل ما عجبوش الحال وقال لنا دبروا راسكم، حنا راسو تم غادي. ولد عمي كيقول لي يا ويلي شنو درتي يا صاحبي، هذا راه الفقيه ديال الجامع غادي غادي جبد لنا الصداع. قلت لي عاود راسو يدخل سوق راسو شويه، علاش بنادم في مسابقه باغي زعما يحكم فينا ولا شنو؟ بقى داك الصغير كيضحك وقال لي في خبارك ما عمرني ما شفتي واحد هضر معاه بحال هكا. دابا كون راه غيتفرقع من الداخل حيت كلشي كيحتارمو في الدوار. قلت لي بحال هاد النوع انا اللي كنعرف ليه، اختي كتنغزني وكتجرني من اللور وكتقول لي راني شفتي حاجه دازت من هنا. قلت لها زيدي تحركي كون راه غير شي قنيه ولا شي كلب. وصلنا لديك البلاصه وكان ثقيل خصوصا حيت جات حداها مقبره على اليسار ديالها، ما كتسمع والو من غير الثقيل وصوص بوجعران كيصفر. قال لي ايوا ها هي الدار احنا وصلنا، يلا ورينا زعامتك. بقيت كنشوف فيها، كانت كبيره تقريبا كبر من الفيرمات جدي، كانت كلها كحلة. قلت ليهم صافي انا غنمشي ندخل. جراتني اختي وقالت لي مالك حماقيتي، يا اما ندخلوا كاملين ولا ما يدخل حتى شي واحد فينا. نقز ولد عمي وقال لي عرفتي اش غنديروا، غنضربوا العود واللي جات فيه غادي يدخل. قلت ليهم مشات انا ما عنديش مشكل ولكن بشرط اختي ما تلعبش معانا. قالوا لي صافي، وباش نتاكد بلي ما غيغشوش اختي هي اللي اختارت. وجا العود في ولد عمي الصغير، هذاك الزعيم فينا اللي جابنا لهنايا اللي كانت سميتو أسامة. نقز عثمان ولد عمي الكبير وقال ليه اشنو واش غتدخل ولا خايف؟ قال لي غادي ندخل اشنو غيوقع ليا كاع، ولكن راه غندي معايا البيل. قلت لي غير دي، عندنا التليفونات انا واختي نقدروا نضويو بهم. اختي قالت لينا الدراري من الاحسن ساليو اللعب هنايا خليونا نرجعوا للدار. قلت لها سكسي شويه، ندمت لي ما خليتكش في الدار اش داني نجرك معايا. مشى ولد عمي ودخل وحنا جلسنا كنساينو فيه، بقى غادي حتى الضو ديال البيل اللي كان هاز ما بقاش كيبان. حنا قلنا ليه الا كانت الطريق هي هذيك والدنيا مزيانه عيطنا باش ندخلو حتى حنا. دازت تقريبا 10 دقائق، 4 ساعه، جلود ساعه، نص ساعه، والو حسو مقطوع. بدينا كنشوفو في بعضياتنا وحنا مخلوعين. قلت لعثمان شنو غنديرو دابا؟ قال لي هادو ما يكونوا غير في عائل اسامه، يكون دارها بينا وما دخلش. قلت لي راك شفتيه داخل؟ قال لي يقدر يكون ضرب الدوره وتخبى اللور، راك عارفو هو فيه هاد النبايز، وماشي بعيد كاع يكون مشى للدار وشراها لنا مع والدينا وخلانا هنايا. قلت لي انا ما سوقيش فيه، انا غادي ندخل. ولد عمي واختي بجوجهم قالوا لي حتى حنا غندخلوا معك. لصقوا فيا تمينا غاديين ودفعنا داك الباب اللي كان كله مصدي. ديك الدار كانت قدامها جرده كبيره وفيها واحد البير، الارض ديالها عامره رماد بحال بصح شي حاجه تحرقات تماك. وحنا هكاك كنعيطوا على اسامه حتى غوتات اختي وقالت لي يا عصام راه شي واحد طلع ليا من داك البير. درت على اليمن ديالي لقيت واحد البير كبير، قلت لها هذا ما يكون غير داك أسامة، اجي نمشيو نشوفو. قلت لي لا، الوجه اللي طلع ليا ماشي ديال أسامة، هذا وجه كيخلع. تمينا غادي لجهة البير، غير بشوية كنتخطلو كنقول ليه أسامة هذا انت بركة من تبرهيش وخرج، راه بغينا نمشيو في حالنا. وحيت كان ثقيل بدينا كنسمعو بحال التوشويش جاي من البير بحال شي وحدين كيهضرو. مشينا كنقربو للبير، ولد عمي واختي خايفين بزاف وراجعين اللور، وانا من الزعامة اللي فيا مشيت وطليت فيه ويخرج واحد الخفاش بزربة لدرجة قلبي كان غيسكت بالخلع. قلت ليهم شتو هانتوما راه غير حيوان، علاش دايرين هاد الفضيحة كلها؟ يلا خليونا ندخلو ونجيبو داك الحمق دو أسامة ونرجعو في حالنا. قال لي بلاتي بعدا انا عيط للوالد ونسولو ما ربما أسامة يكون رجع للدار. اللي جبد التليفون لقى الريزو ما كاينش، وحتى انا واختي لقينا ما كايناش كاع التغطيه نهائيا بحال ديك الدار ما واصلهاش الريزو. دفعنا الباب الدخلاني ديال الدار، يلا غندخلو حتى تزدح داك الباب اللي على برا. كنا تخلعنا وجمدنا في بلاصتنا، اختي كانت غطح ليا
كتقول لي لا انا ما غندخلش. كنقول لها زيدي راه ما نقدرش نخليك وراي، ادخلي معايا وغنخرجو كاملين، ثقي فيا غنلقاو غير اسامه ونخرجو من هنا كاملين. دخلنا ويا ريت كون ما دخلناش، كل واحد فينا شاعل البيل ديال التليفون ديالو، وبدينا كنعيطو على اسامه. كنسمعو شي حاجه تخرشات كنقفزو كاملين. شويه وحنا هكاك كنسمعو شي واحد كيتمشى كيتمشى فوق منا فداك ليطاج الفوقاني. قلت لهم واش سمعتوا هاد الشي؟ قالوا لي اه. قلت لهم هذا ما يكون غير اسامه، يلا نطلعوا لعندو الفوق، باينه باغي يديرها بينا، الا شديتو غندمو على هاد الشي اللي دار لينا. احنا صدقنا داخلين كاملين، يلا احنا طالعين. شويه هو يتكركب من الدروش بحال الا شي واحد دفعو، ضويت له البيل على وجهه، كانوا عينيه محلولين وحتى فمه بحال الا كان مصدوم. تحنيت عنده وبقيت كنقول لي اسامه مالك شنو عندك؟ اختي هزات واحد القرعه د الماء كانت جايباها معاها وبدات كتخوي عليه. عثمان قال لي راه غير مطلع علينا. كنقول لي يا صاحبي راه ما كيديرهاش بالعاني، شوف الدم نازل ليه من راسه، شي حاجه طرات له في هاد الدار. قال لي بعدا يلا غير نخرجوا من هنايا ونخليوه يتنفس. قلت لهم هزوه على ظهري، وداكشي اللي كان ركبته ونازلين مع الدروش وهو يتزدح داك الباب ديال الدار. اختي بقوة الخلعة طاح لها التليفون من يديها. كنقولها زيري راسك شوية معانا، ماشي وقت الخوف دابا. عثمان كيقول لي راه الباب ما بغاش يتحل، شحال هو مدابز معاه. قلت لي خليني نجرب انا، بقيت كنجر حتى طرطقت داك البواني، واخا كان اصلا مفوري ملي دخلنا مفهمتش كيفاش تسد بحال هكا. قلت لهم قعدنا حل واحد هو نخرجوا من الشراجم، ولكن ملي طلينا من الشرجم تصدمنا كاملين. كان واحد الراجل واقف تماك، حيت هذا محال واش يكون من الانس. كانوا عينيه كيخلعوا خارجين وكيشوف فينا بحال ملهوف، وجهو ما كانش بحال ديال بنادم بقدر ما كان بحال ديال الحيوان. غوتو مشيت كنجري للجهه الاخرى وعاوتاني لقيتو، وفي اي شرجم كنمشيو كنبغيو نخرجو منو كنلقاوه. قلت لهم شنو غنديرو دابا؟ اختي كتبكي وكتقول لي ياك قلت لك ما ندخلوش، هادشي راه ما كيدخلش للعقل. قلت لي نتوما هذا دواركم، نتوما اللي عارفين، قول لي شنو خصنا نديرو. قال لي ندمت لي ما تبعت الهضره ديال الفقيه، كوراني في دارنا كنتعشى دابا. شويه وحنا هكاك مدابزين بيناتنا حتى اختي غوتات عاوتاني وقالت لي راه شي واحد كيطلع علينا من ليطاج الفوقاني. قلت لها بلا ما تزيدي عليا تانتية، قالت لي والله ما كنكذب. وبالفعل سمعنا صوت شي واحد كيتمشى فوق منا، وماشي غير هاد الشي، صوت الضحك والهضره كان جاي من الفوق، وخا حنا متاكدين باللي ما كاين حتى شي واحد في هاد الدار، وكيف ما كيقولوا باللي راها مهجوره. قلت لعثمان خلي معاك اختي واسامه، انا غنطلع الفوق نشوف شنو كاين. قلت لي اختي لا ما تخليناش بوحدنا، ما خصناش نتفرقوا. قلت لها على الاقل نشوف منين نقدروا نخرجوا. دوك الاصوات اللي كانوا في الدار عاد ما كيزيدوا، تمي طالع بشويه درجه من مور درجه، وكل درجه كنطلعها قلبي كيزيد يضرب اكثر. هادي اول مره غنحس بهذا الخوف، اول مره غنعيش شي تجربه بحال هادي. طلعت للفوق كنشوف داك الكولوار ما كاين حتى شي حاجه، بقيت غادي كنتسلت حيت كان واحد الصوت جاي من واحد البيت. حليت الباب بشويه ولكن تصدمت من المنظر اللي شفت. شفت واحد البنت جالسه في كرسي وعاطياني بالظهر، ولكن تصدمت اكثر من اللي هبطت عينيا لتحت. رجليها ما كانوش ديال بنادم، كانوا ديال البهايم. بقيت واقف وجامد في بلاصتي وما قادرش ارجع للور، خايف على الدور اللي عندي. كنحس براسي غنطيح في بلاصتي، من ديما كنت زاعم وكنطير، ولكن هاد الدار حداتهم ليا. يلا خرجت وغادي نسد الباب ويا تدور وجهها لعندي. قالت لي علاش دخلتوا لدارنا؟ داك الصوت ديالها كان في شكل بحال كان جاي من شي عالم اخر، ما عرفتش كيفاش نوصفه ليكم، كانت بحال معايا وماشي معايا في نفس الوقت. تماك غوت وتزدح الباب في وجهي ومشيت كنجري نازل عند اختي وعند ولاد عمي، ولكن ما لقيت حتى شي واحد. تنقول شنو زعما، واش خرجوا وخلاوني هنايا؟ لا ميمكنش يسمحوا فيا. بقيت مخربق وكنعيط عليهم. حليت الباب كنلقى داك الراجل باقي واقف تما في نفس البلاصه وما كيتحركش.
سمعت التليفون كيصوني، جبدتو بزربه وانا كنترعد وكنقول يا ربي تكون اختي ولا ولد عمي. اللي جاوبت كنسمع الصوت بعيد ومخرشش، حيت اصلا ما كانش الريزو في ديك الدار. كان صوت ديال شي راجل شارف وكبير في العمر. قلت لي الو شكون معايا؟ قال لي شداك لديك الدار. قلت لي شكون انت وباش عرفتيني هنايا؟ قال لي انا جدك. طاح لي التليفون من يدي، ما فهمتش كيفاش جدي ميت وكيهضر معايا. هادشي راه حماق وما كيدخلش للعقل. قربت نتسطى في ديك اللحظه، جلست في الدروج لتحت كاع، ما بقيتش قادر نوقف على رجليا حتى كنسمع شي حد هابط في الدروج. من اللي دارت لقيتو اسامه ولد عمي. قلت ليه على سلامتك وشفقتي، فين هما الاخرين؟ ولكن ما كانش كيدوي معايا. وقفت عندو باغي نعنقو، شدني من يدي وكان مزير عليا، وحتى يدو كانت في شي شكل، كانت زرقاء. انا وخا صحيح وكنت ريني حسيت بيدي غادا تطرطق، لدرجة انني جلست في الارض وبقيت كنقول ليه طلق مني، اش كدير؟ واش حماقيتي ولا مالك؟ ولكن ما كانش كيسمع ليا، كان مغيب. بقيت كنتجار انا وياه، كان صحيح بزاف ماشي اسامه اللي كنعرف. في ديك اللحظه سمعت صوت اختي وهي كتغوت، كنعيط عليها سلمى جاوبيني فينك، ولكن ما كانتش كترد عليا، كنسمع غير صوت غواتها. بديت كنهضر مع اسامه وكنقول ليها صاحبي دير عقلك، شنو واقع عليك؟ دفعتو تميت غادي في الجهه اللي جاي منها الصوت، ولكن ما لقيت والو. بقيت مركز كيبان ليا بلي الصوت جاي من التحت، من تحت الارض اللي انا غادي عليها، يعني كاين شي بيت لتحت. بقيت كنتمشى حتى بانت ليا واحد الياجوره مقلعه من بلاصتها. مشيت كنجري لتماك، وبالفعل لقيت واحد الباب، باب اللي كيدي لتحت. تميت هابط كنسمع صوت اختي كتقول ليا عصام اجي اعتقني. وصلت لعندها ولقيتها جالسه في واحد القنت. ملي ضويت على ديك البلاصه كانت كتخلع، عامره بالعضومات الحيوانات. جات اختي كتعنق فيا، كنقول لها فين هو عثمان؟ قالت لي ما عرفتش، تفارقنا انا وياه. انا كنت سخفانه، وملي فقت لقيت راسي هنايا، وكانوا شي تعاويد وشي رسوم في داك الحيط. نسيت ما نقول لكم بلي اكثر حاجه كنخاف منها في هاد العالم هي البلايص المسدوده، وكاينين بزاف الناس اللي كيعانيوا من هاد المشكل. مشيت لعند بسيكولوج ولكن ما دار لي والو، وانا هكا كنوض في اختي حتى تسد عليا داك الباب. تماك صافي فقدت الشعور، كنت خايف اكثر من اختي. هي عارفه بلي عندي هاد المشكل، حيت حتى في دارنا ما كنتش كنسد عليا نهائيا الباب ديال البيت. بدات كتقول لي يا عصام خويا نوض، خاصنا نخرجوا من هنا. انا ما قادرش نسمع عليها، جاوني شي اصوات في ودني اللي صدعوني، وكيبانوا لي بزاف الخيالات جايين قاصديني، وانا كنقول بعدو مني، وكنغوت بحر جهدي. اختي عرفاتني ما غنقدرش نوض، مشات كتجري لجهة داك الباب وبدات كدابز معاه. لقات واحد الحديده وبدات كدفع بها الباب حتى تحل. في ديك اللحظه انا عاد وعيت، جراتني وقالت لي يلا نخرجوا. طلعنا بالزربه وغاديين قاصدين الباب ديال الدار باش نمشيو في حالنا. قالت لي عثمان واسامه اش غنديروا معاه؟ قلت لها نخرجوا بعدا حنا، وديك الساعه نجيبوا شي واحد اللي يعاوننا فيهم. حلينا الباب، بان لي داك الراجل واقف عاوتاني. قلت لها غادي نخرجوا ولي ليها ليها. نغزاتني وقالت لي شوف على اليمين ديالك. بقيت كنشوف جهه البير، وي بان لي عثمان جالس تماك، كان جالس ومغيب، كان عيط عليه ما كيجاوبنيش. جريت اختي وقلت ليها يلا نخرجوا. قالت لي انا راه مخلوعه، شوف كيف داير وشوف كيفاش كيشوف فينا. قلت لها غمضي عينيك وقراي القران في نفسك. وداك الشيء اللي درنا، قرات القران وقريته حتى انا. غمضنا عينينا ومشينا كنجريو، والصدمه كانت اننا دزنا منه، ما كانش ديال بصح، بحال كان غير في خيالنا وصافي. قالت لي عثمان يلا نهزوه. قلت لها غادي غير يتقال علينا، يلا نمشيو نجيبو شي واحد اللي يعاوننا. حلينا داك الباب الكبير اللي على برا وخرجنا كنجريو. كان الظلام ومضوين غير بالبير، وكل مره كنتلفتو حيت كنحسو بشي حد تابعنا، وصوت الخطاوي اللي ما بغاش يبعد منا. اختي بقوت الخلع ركابها فشلو عليها، صدقتها الزاف ظهري وغادي كنجري. كنقول لها ناري معقلت حتى على الطريق اللي جينا منه. كتقول لي غير سير انا عاقله وغنوريك. اختي كانت ديما كتعقل على الطرقان، فيما كندوزو من شي بلاصه كتعلمها. وحنا هكاك غاديين حتى خرج داك الفقيه قدامنا، وقف شاف فيا وزاد كمل طريقه.
قلت ليه السير فقيه، اسمح لي بزاف على الهضره اللي قلت لك قبائله، احنا راطحنا في واحد المصيبه كبيره. قال لي انا ما سوقيش، انا في الاول قلت لكم ما تزيدوش تمشاو اكثر. كمل طريقه ويتقول له اختي راه دخلنا لديك الدار المهجوره تماك، وقفوا دار لعندنا وقال لنا واش تطيتوا ولا مالكم، ديك الدار 30 عام باش ماتوا مواليها وحتى شي واحد ما كيتجرأ يدخل ليها، وجات حدا المقبره. قلت ليه ماشي وقت هاد الهضره، حنا عارفين راسنا غلطنا، راح تمان واسامه بقاو تماك وخصنا ضروري نعتقوه. ديك الدار راه عامره بالجنون ولا ما عرفت شنو داكشي، انا ما كنامنش بهذا الشيء ولكن راني شفته. قال لي انا براسي ما نقدرش ندخل. جبت التليفون وبدا كيعيط. قلت ليه لمن كتصوني؟ قال لي الشيخ الحسني هو اللي يقدر يفكنا، هو عنده مع هذا الشيء ويقدر يلقى لنا الحل. عيط له وقال لي اجي عندي دابا لطريق المقبره، راني محتاج بيك. انا جالس كنهدن في اختي. دازت تقريبا شي نص ساعه جا داك السيد، كان كبير في العمر يكون في الستينات، لحيته بيضه وهز واحد التسبيح في يديه، واليد الاخرى شاد بها العكاز ديالو. قال لي شنو واقع هنا؟ قال لي الدراري راه مشاو دخلوا لديك الخربه المهجوره ورا جوج منهم تحبسوا تماك. قال لي يا ولدي كتقلبوا على الشياطين بعينيهم، ديك الخربه عامره بالارواح السفليه اللي ساكنه فيها وانتوما تهجمتوا عليهم، واش تبغي انت شي واحد يتهجم لك على دارك؟ قلت ليه راه غلطنا، كنا دايرين خطار بيناتنا وداكشي ولا بالصح، حنا كنا دايرينو غير ضحك. قال لي عمر هادشي ما كان ضحك، وشحال من واحد كان غير كيضحك وصدق مشير. تمينا غادين وانا معاون داك الشيخ وشادو بيدي حيت كان كيتمشى بزز. وصلنا لديك الدار، قال لينا خليكم نتوما هنا. قلت لي لا ضروري ندخل حتى انا. قال لي يا قلت لك خليك هنا. جر معاه غير داك الفقيه ديال الجامع وتمو داخلين بجوج، انا واختي كندعيو الله يخرجوا ولاد عمي بسلامة. كنا واقفين مصمرين في بلاصتنا، كيبانوا لنا غير الشراجم ديال دوك الدار كيتحلوا ويتسدوا بوحدو وحتى البيبان، وصوت الغوات جاي من كل قمت. اختي كترعد وكتقول لي عندك غير ما يقدروش يخرجوه. عليا داك الفقيه جاي وجار مع عثمان، بدينا كنخويو عليه الماء وكنقولوا ليه نوط على سلامتك. اما اسامه مازال مخرج، وحتى داك الشيباني مازال داخل شويه حتى بان لينا جارو وكيقولنا عاونوني. مشيت انا كنجري وهزيته فوق ظهري وخرجنا من تما كاملين. قال لي هاد اسامه راه تقاس وخاصكم ضروري ديروا ليه شي حصص ديال الرقيه. قلت ليه ما لقاوش حسن منك اسيدي، دير فينا هاد الخير الله يرحم الوالدين. قال لينا صافي غنبقى نجي لعندو. وبالفعل تمينا غاديين حتى وصلنا للدار، لقينا والدينا غيحماقو بالتقلاب، اللي شافونا جايين تخلطوا عليهم كاع المشاعر. والدة انا كتضربني وفي نفس الوقت كتعنق فيا. دخلنا للداخل وكاملين وجهنا صفر، داكشي اللي عشناه هاد الليله ما عمرنا ما دوزناه في سنيننا كاملين. مت اسامه كتبكي وكتغوت وكتقول لنا شنو درتوا ليا لولدي. قلت لهم غير جلسوا بعدا انا غنعاود لكم كلشي. جلسنا جلسوا كاملين وقلت لهم راه دخلنا لديك الخربه المهجوره اللي جات في الخرجه ديال الدوار. نط عمي كيغوت عليا وكيقول لي جيتو غير يومين هادي وبغيتو تجبدوا لنا الصداع، اش داكم ديك البلاصه؟ قلت ليه راه ولدك اسامه هو اللي دانا لتماك. وقال لي ولدي ضاع ليا من يدي. قلت ليه غير كون هاني، راه اتفقنا مع داك الشيخ الحساني غيبقى يجي يدير له الرقيه حتى غيولي بخير. وداك الشيء اللي كان كيجي لعندو تقريبا كل نهار، ونهار على نهار الحاله ديالو بدات كتحسن ويدو بدات كتمشي من هذيك الزروقيه، وحتى من لسانو بدا كيتطلق ولا قادر يهضر ويتواصل معانا، وخا كان باقي كيتخلع وكينوض في الليل ديما كيغوت. داك الصيف كامل وهو كيتعالج، عاد ولا بخير ولا قادر يتمشى على رجليه. داز الصيف وتفرق المجمع، كل واحد فينا مشى لدارو حيت كيف ما قلت لكم ديك الفيرما جدي غير كنا كنجمعو فيها وصافي. انا وعائلتي استقرينا في كازا، وباقين كل صيف كنمشيو لديك الفيرما وكندوزو عاوتاني على ديك الدار وكنتفكر كاع داكشي اللي طرا معانا فيها. ولكن هادي عامين ما بقاتش ديك الدار، حيدوها شي واحد شرا ديك الارض. الخوش هنا كتسالي قصتنا، نتلاقاو في القصه الجايه كيف العاده. اللي عنده شي وحده في حالاتي يقدر يبارطاجيها معنا في انستغرام. نخليكم هاد الساعه ونتلاقاو في ساعه الخير.
السلام عليكم.